هناك أيضا ستشاهدون نجوم من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنطمح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول بأن التعادل قادم والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قدم الذكاء، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا. فعلا فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة، فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد، وأنا قلتها في شوط المباراة الثانية، يا رجال بغداد حمر ليس يسترني. نهاية أحداث وفعاليات المباراة، وأنا أصوت هذه الكلمات لتنهمر من عين الأدمع ولتسيلك الأنهار. فقد حان وقت البكاء الذي لا طالما تمنيته، ولتعذروني فلا أستطيع المواصلة سوى بكلمات الختام. مبروك. قد تستغرب، لا والله، المنتخب العراقي قدم مباراة جميلة. مبروك من الميم إلى الكاف لكل عشاق الأسود، لكل عشاق أسود الرافدين، ولكل شخص ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل. هذه هي كرة القدم، أحيانا تفرحك عزيزي المشاهد، وأحيانا أخرى تجعلك حزين، تفاجئك دوما بتقلباتها المجنونة، تسعدك بلحظات ويصيبك الإحباط في لحظات أخرى. مجنون كرة القدم، شوق، إثارة وانفعال. أنا من أكثر المبسوطين لأداء المنتخب العراقي، لقمة المنتخب العراقي. أمامنا شوارزر، لولا الحظ يا شوارزر لا كانت 7 ولا 6، والله كان المنتخب العراقي أفضل، كان المنتخب العراقي أجمل، كان المنتخب العراقي بقمة عطائه، ولكن المنتخب العراقي أضاع أكثر من فرصة محققة، أضاع أكثر من إنجاز محقق. شكرا على زمن البكاء ومواسم السهر الطويل، شكرا على الفرح الجميل، شكرا على هذه الخسارة لأنها خسارة بطعم الشرف. وإن كان حبي للعراق جريمة فأنا